استونيا دولة من دول البلطيق الثلاثة، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، وهي من الدول كمان المهمة على بحر البلطيق وعلى الحدود الروسية والاتحاد السوفيتي قديما، وليها كمان دور مهم في الاتحاد الأوروبي وفي ميزان أيضا العلاقات في الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام. هي اتجهت لاقتصاد السوق، وهي اقتصادات يعني واعدة، الثلاث دول، دول البلطيق الثلاثة بعضهم يعني راح في سكة التطور التكنولوجي والشركات الناشئة وشركات التكنولوجي والستارت ابس، وايضا الجزئيه دي بعضهم تاني كان عنده اسهامات ايضا في مجال الطاقه بسبب طبعا الموقع الاستراتيجي على بحر البلطيق. بعضهم كمان بيشتهر بالمنتجات الزراعيه والالبان، وايضا عندهم ميراث طيب في هذا الموضوع. ومن الجميل ان تكون مصر منفتحه على كل الدنيا وفي كل بقاع العالم وكل الاقاليم وكل المناطق بما فيها دول البلطيق. هنفهم اكتر يعني برضو عن ماهية العلاقة دي والديناميكية بتاعتها مع سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق وخبيرنا الكبير. طبعا اهلا بيك سيادة السفير، منورنا. سيادة السفير اهلا بيك، نورتنا. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك، سامعني؟ سامع حضرتك، اهلا بيك، منورنا دائما. ويعني هروح مع حضرتك للزيارة اليوم اللي قام بها رئيس استونيا ألار كاراس، وهو التقى بالرئيس السيسي والتقى كمان بالشيخ الأزهر والتقى بالبابا توادروس. واستونيا من دول البلطيق اللي كان ليها ميراث سوفيتي لكنها جنحت دلوقتي للاتحاد الأوروبي والمعسكر الغربي، وعندهم طموحات واعدة واقتصاد كمان يبدو انه هو واعد. نقدر ازاي نستفيد من هذه العلاقة وننميها ما بين مصر ودول البلطيق وفي صدارتها استونيا؟ ده كلام جميل، وعلينا ان نتعلم من تجارب الاخرين. طبعا اوروبا النهارده شبه اوروبا الموحدة، 27 دولة تصدر عملة موحدة هي اليورو، كانت تحارب بعضها البعض لمدة 300 سنة، وقتلوا يعني هناك قتلى ودماء بين الاطراف. اوروبا الحاليه اللي المانيا كان فيها دايما طرف مشاغب، المانيا اقتطع منها 9% راحت لبولندا، ايوه، 14% راحت لفرنسا. ولا كانك سمعت حاجه زي كده، فكانت المانيا تعيش معيشه عاديه. أيوة. سالت مره احد الاصدقاء الالمان ما بيفكروش تستعيدوا هذه الاراضي؟ قال لك لا، النهارده الوحده الاوروبيه تجعلك تقود سيارتك من مدريد في اقصى الشرق الغرب الى بوكارست في اقصى الشرق دون ان تقابل عسكري مرور. انا نفسي مره وانا في المانيا خدت اولادي وخرجنا من بون العاصمه وقتها، ومشينا يعني على غير هدى، دخلنا مدينه المانيه قعدنا اتغدينا وكذا، جيت ادفع الحساب بالمارك الالماني. قال لي لا انت في فرنسا، ولا شعرنا ان عدينا الحدود من اصل الحدود. فده الدرس اللي ناخده، ان هناك لا عداوات دائمه ولا صداقات دائمه، انما مصالح. بالظبط، بخوف انهم يخلقوا مصالح فيما بينهم وينتجوا في الاخر هذا الاتحاد اللي هو من اهم الاتحادات السياسيه الاقتصاديه في العالم. نعم. الحاجه الثانيه اللي هي كمان اول دوله تنضم لمنطقه اليورو وخدت بعديها بقى بقيه البلطيق وكده. مظبوط. الدرس اللي انا استخدمه لنفسي ايضا كدبلوماسي مصري، انا اولا فخور بالسياسه الخارجيه المصريه كما انت تفضلت، ان القاهره صارت من اكثر عواصم العالم كثافه في استقبال البعثات الاجنبيه. دي حقيقه. ده على فكره عمله صعبه يعني. بنظر للسفاره الامريكيه، اكبر سفاره لامريكا في الخارج هي اللي موجوده في القاهره وفي بغداد. اذكر في تاريخنا في ايام الرئيس جمال عبد الناصر ان كنا بناخد قمح من امريكا وندفع ثمنه، هو كانت مصاريف السفاره الامريكيه في القاهره تكفينا اشراقا من امريكا. شفت لاي حد. نيجي لاستونيا، طبعا حصل تطورين على الجانب الاوروبي والجانب المصري. الجانب المصري اختار مسيره استلام وقام فيها بعمل مجيد، كان محل اهتمام الغالبيه، لكن كان محل تناقض من الدول الدائره في خلاف ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي. فابتدوا يتراجعوا في علاقتهم معانا. بالظبط.
مش احنا اللي تراجعنا، وكانوا يشغلوا 60% من تجاره مصر، تراجعت يمكن لاقل من 11%. التطور الثاني ان هم نفسهم الذين عارضونا، وده دايما اقوله كل من عارض السياسه الخارجيه المصريه نفذها على نفسه بعد 40 سنه. فمن هنا بدات هذه الدول اللي كانت غاضبه منا وتنحت عنا انضمت الى العالم ما يسمى بالاقتصاد الحر. وصارت عضو في الاتحاد الاوروبي وصار اقتصاد حر. من هنا بقى ابتدينا نقول الله، طب دول كانوا شركاء تجاريين لنا وشركاء حتى في السياسه وفي المصالح المشتركه. بدينا نعيد هذا الملف ونفحه لما فيه صالح الاطراف، وادي احنا شايفين اهي النتيجه، زياره على اعلى مستوى. واتعشر ان شاء الله انها تواصل هذا الشيء، لان اوروبا كلها تحول. هي كمان زياره تبدو فيها حرص كمان على انه يكون في علاقه شعبيه ما بين الدولتين، يعني حرص رئيس استونيا ألارا كريس انه يزور البابا توادروس وانه يزور شيخ الازهر وانه يقدم تصريحات كمان مهمه للقضيه الفلسطينيه ودعمهم، وهي من الدول كمان اللي صوتت لانضمام فلسطين للامم المتحده، فيمكن استثمارها في محيطها طبعا الاقليمي الاوروبي، يعني لانه وراء هذا تاريخ طويل من العلاقات الطيبه. وانا واثق ان في اي لقاء سابق او حالي هيعرض الملفات كلها امام طبعا الطرف الاستوني. انما لسه ما زال عندنا بعض المجابهات بين دول الشرق والغرب نتيجه المعركه اللي دائره الان في اوكرانيا بين روسيا واوكرانيا. يعني يبدو ان الغرب اقترب الغرب اقترب كثيرا من اعصاب الاتحاد الروسي، وبالتالي روسيا لا تحتمل النهارده حتى بولندا اللي كانت هي عاصمه حلف وارسو صارت عضو في حلف الاطلنطي. وما ننساش ان الرئيس اوباما سنه 2009 راح حضر قمه الاطلنطي في وارسو اللي هي الحلف المعادي. نعم. ففي تحولات، ده بقى التحول اللي جاري على الجانب الاوروبي والجانب السوفيتي القديم او الروسي القديم. وبالتاكيد ان علينا ان نستفيد من هذه التحولات، وعلينا ان ننظر الى كيفيه الاستفادة من هذه التغيرات. وعندك حق لما قلت ان هو الحرص على البعد الانساني، زيارة الرئيس الى الازهر الى البابا توادروس ده شيء مهم جدا، لان برضه عندنا اقليات مسلمة في هذه البلدان. وبالتالي ايضا يجب ان نراعي العلاقات في نواحيها الثقافيه. طبعا كمان استونيا وبقيه دول البلطيق مهمه كمان في الناتو، وده مهم في معادله الصراع برضو الجيوسياسي الاوروبي بشكل كبير، والحرب الروسيه الاوكرانيه زي ما حضرتك ذكرت يعني. صح، ده تمام. خصوصا ان الناتو يعني ما هوش افضل الخيارات بالنسبه لنا، لان هو اللي زارع ولاد عمنا اللي على حدودنا، وهو اللي بيزودها بالسلاح وبيزودها بالتمويل. لابد من اداره حوار ليه؟ الوصول الى شيء من التوازن في هذه العلاقه. مفهوم. انا بشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق.